وانا انا عايز اقرا قوي، وانا معيش قلم برضه. الامتحان هيبقى من فوق. هو بقى اول سؤال. طب تاني سؤال، اخر سؤال. شكلكم مش فاهمين حاجه، هضطر اشرح لكم. بس مسجد الأزهر. سمي الأزهر على اسم فاطمة الزهراء ابنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. بني الأزهر ليكون المسجد الرسمي في القاهرة، مثل جامع عمرو بن العاص في الفسطاط ومسجد أحمد بن طولون في القطائع، هو أول نصب فاطمي في مصر. كان الأزهر مكانا للقاء الطلاب الشيعة، وأصبح الآن مكانا لطلاب السنة. يقع مسجد الأزهر في ميدان الحسين، وتم إنشاؤه عام 972 ميلاديا و361 هجريا. هو على طراز الرواق بعد فترة وجيزة من تأسيس القاهرة نفسها، وقد صممه في الأصل الجنرال الفاطمي جوهر الصقلي، وتم بناؤه بناء على أوامر الخليفة معز لدين الله الفاطمي. هذه هي أقدم جامعة في العالم، حيث تم إلقاء المحاضرة الأولى في عام 975 ميلاديا. أمر نابليون بونابرت بقصف المسجد، ولم يظهر أي احترام للثقافة والفن. تم ترميمه وتجديده عام 1892 على يد محمد علي، وكانت خطته المعمارية هي هيبوستايل بلان، مع فناء مفتوح كبير مساحته 275 قدما و112 قدما، محاطا به ثلاثة أروقة تدعمها أكثر من 300 عمود رخامي من أصل قديم. إلى الشرق توجد قاعدة الصلاة أكبر من في الفناء، ولها عدة صفوف من الأعمدة. والنقش الكوفي على الجزء الداخلي من المحراب هو نقش أصلي، على الرغم من أن المحراب قد تم تعديله عدة مرات. وخلفه قاعة أضيفت في عام 1753 بواسطة عبد الرحمن كدخدة. في الطرف الشمالي يوجد قبر جوهر الصقلي، يحتوي على أربع أقواس عارضة مركزية المعروفة بأرقيد عارضة الشكل مدعومة على أعمدة رخامية. جامع الأزهر له 6 مداخل، والمدخل الرئيسي هو باب المزينين من القرن 18، وكانوا الطلاب بيحلقوا رأسهم هناك، وبتودي البوابة دي إلى ساحة صغيرة، وبعدين إلى مدرسة الأطباوية على الشمال، وهي اتبنت سنة 1340 وبتشتغل كمكتبة. اللي أمر ببناء المسجد ده كان اسمه الخليفة معز لدين الله الفاطمي، بس اللي صمم المسجد ده اسمه جوهر الصقلي. في حد هنا يعرف مين هو جوهر الصقلي؟ ايوه اتفضل يا طه. أنا جوهر الصقلي، اتولدت في الصقلية سنة 924 ميلاديا، بعد كده روحت القيروان، بعد كده التحقت عشان أخدم المعز لدين الله الفاطمي. هذا هو جوهر الصقلي،
ولد في صقلية سنة 924 ميلاديا، بعدها انتقل للقيروان والتحق بخدمة المعز لدين الله الفاطمي. كان مشهور عن جوهر الذكاء والفطنة في تعليمه وتدريبه وفي المجالات المختلفة. المعز لدين الله كلفه بالأعمال الكبيرة أنه يتولاها، حتى أصبح جوهر كاتبه في سنة 952 ميلاديا، وولاه المعز لدين الله أنه يفتح بلاد المغرب في سنة 958 ميلاديا، ونجح في مهمته واستولى على مدينة فاس سنة 960 ميلاديا. ده كمان وصل للمحيط الأطلسي، وكمان قدر ينشر الأمن والسلام في البلاد اللي فتحها. ولما قرر المعز لدين الله أنه يستولى على مصر، ملقاش أحسن من جوهر عشان يقوم بالمهمة دي، وخلى تحت قيادته 100,000 من الجنود والفرسان. فلما وصل جوهر الإسكندرية دخلها بدون مقاومة، ومنع أي حد من جنوده أنه يتعرض لأي حد من أهل المدينة. ولما عرف أهل الفسطاط أن الفاطميين اختاروا أبو جعفر مسلم قائد الوفد عشان يتفاوض مع جوهر، فأجاب جوهر طلبهم وكتب عهد بأن مصريين ليهم حرية العقيدة على اختلاف الأديان والمذاهب، وأن ينشر العدل والطمأنينة بين الناس. لكن الإخشديين رفضوا الأمن وكانوا مصرين على القتال. ولما انهزموا في المعركة اللي كانت بينهم وبين جوهر في الجيزة، اضطر أهالي الفسطاط انهم يعيدوا طلب الأمن تاني من جوهر، فقبل جوهر طلبهم، فهدأت النفوس واطمأن الناس. وفي اليوم التالي دخل جوهر عاصمة البلاد، وبدأ مرحلة جديدة في مصر والشام، وبدأ في إنشاء عاصمة جديدة سميت في البداية بالمنصورية ومعروفة الآن بالقاهرة. وبدأ جوهر في نشر المذهب الشيعي في مصر، وكان ده بداية لترك المذهب السني في مصر. وتأكيدا لده قام جوهر بإنشاء جامع الأزهر الشريف في مصر. وبعد كده قايد باي، وبعد كده الأكبغوية، وبعد كده كتخودة، وفي منها واحدة. في سنة 1339 ميلاديا بنت قبة ومأذنة عشان تغطي المدرسة الأكبغوية، واللي بتحتوي على قبر الأمير أكبغ عبد الواحد. والمدرسة الأكبغوية اتسمت لمؤسسها أكبغ عبد الواحد، كان يبقى مسجد قائم بذاته مدرسة، وبقت المدرسة متكاملة مع باقي المسجد. بنى مدخل قايد باي ويحتوي على مأذنة بنت سنة 1432 ميلاديا على قمة، وليها ثلاث شرفات تدعمها مقرنصات بتتكون من 8 عواميد من الطوب، وشكل سقفها معقود الهوابط تنقل من سطح مستوى المنحنى. الجزء الأول مثمن الزين بلوحات عارضة مقوسة من كل جانب مع مجموعة من 3 عواميد بتفصل كل لوحة، والجزء الثاني مثمن اتفصل عن الأول بشرفة. الشرفة الثانية بتفصل الجزء ده مع جزء اسطواني في آخر المأذنة، وتزينت بأربع أقواس. وفوق ده في الشرفة الثالثة اللي بتبقى موجودة في أعلى جزء من المأذنة. ومأذنة كتخودة اتبنت سنة 1750، مأذنة الجامع اسطوانية راسها مدبب وترتفع في الناحية الشمالية الشرقية. بنت مأذنة الغوري في سنة 910 هجريا و1509 ميلادية، مكانها عند مقابلة شارع المعز مع شارع الأزهر. الجزء الأول عبارة عن مثمن وجوانبه الأربعة متزينة بعوارض زخرفية مفصولة عن جوانبها المجاورة بعمودين، والجزء الثاني مفصلين عن الجزء الأول بشرفات مكعبة تدعمها مقرنصات. وفي هناك مثمن مزخرف بأوراق كشاني زرقاء، تكون المستوى الثالث من عمودين مستطيلين مع أقواس حدوة حصان على كل جانب. توجد الجزء الثالث مربعا في رأسين من الكمثرى.
يحمل كل واحد منهم هلالا نحاسيا. انا جوهر السكلي. لا قلنا بلاش في جوهر.